ازيك يا نجار؟ هاي ميدو. ميدو ايه يا ميدو كل ده بتغير هدومك؟ هتروح على طول؟ انت شايفه ايه؟ هتقول طبعا تعبان من التدريب. لا وكمان طول النهار في الجامعه. يعني هو انت لوحدك؟ طب ما انا معاك. انت مش جعان؟ انت كده جبتي من الاخر. بصراحه انا جعان قوي ونفسي اروح اكل. يبقى هعزمك. شكرا. يعزمك يسلفك. وبعدين ما تكررش لما نروح الكافيتيريا عشان عايزه اقعد اتكلم معاك شويه. عشان خاطري بقى. يلا. ولع يا كابتن. ولع ومسي. يلا يا ميدو نمشي. طب ولع وخد وهات. ما تولع يا ميدو، انت مكسوف ولا ايه؟ يلا يا ميدو عشان خاطري. ما تباص يا كابتن. باص يا كابتن. طب انزل هاتها. روح لحالك يا حبيبي. سيبه يا ميدو. عارف يا بيت. ميدو. لسه ممنوع. هو ايه اللي ممنوع؟ ممنوع تعدي على طول يموت. لازم تعدي على الحسابات الاول. هدخل واسيبه يعني؟ يا انسه انت كده بتضيعي وقتي. عشان يدخل لازم يدفع تامين الاول. وانا اجيب لك منين تامين دلوقتي؟ فين مدير المستشفى؟ انا بنت في قلبي نصار. فين مدير المستشفى؟ فين مدير المستشفى؟ انا مش هسيبه خد عشان ما فيش تامين. روح قول لمدير المستشفى ان انا بنت في قلبي نصار. يا انسه يا انسه، بقول لك فين مدير المستشفى؟ يا فندم مدير المستشفى نفسه مش هيقدر يعمل لحضرتك حاجه. وانا اعمل ايه دلوقتي؟ ممكن تاخدي الحاله لاي مستشفى حكومي. مستشفى حكومي؟ انتوا ايه؟ ما عندكمش رحمه ولا انسانيه؟ الراجل من الحياه والموت تقولي يودي مستشفى حكومي دلوقتي؟ يا فندم انا ما فيش في ايدي اي حاجه اقدر اعملها. وانا اعمل ايه دلوقتي؟ دول لي سواه اكتر من 10,000 جنيه يكفوا؟ ممكن بقى تلحقوه قبل ما يموت؟ كده ممكن. أنا في المستشفى. إيه؟ مستشفى ليه يا نجار؟ في إيه يا بنتي؟ يا بنتي بالسما ردي عليا. اتخانقوا؟ وأنت مالك ومال زميلك؟ ورحتي النادي ليه؟ ميدو؟ مين ميدو؟ ابن مستر عبد الحميد مين؟ لو سمحت. ايوه يا فندم. انا عبد الحميد دراز والد الطالب اللي جه من النادي مضروب. هو في قسم الجراحه، جراحه الطوارئ يا فندم. طب طمني حالته كانت شكلها ايه؟ الحمد لله، ربنا يطمنك عليه. قسم الجراحه منين؟ فوق يا فندم. عبده. ايوه يا امان. الواد فين يا عبده؟ في الجراحه. والجراحه دي فين؟ فوق. ابني جرى له ايه يا عبده؟ وانا مش عرفت يا امان، اما نطلع نشوف. اسال على اخوك يا محمد. انا مش فاهم يعني. مستشفى طويله عريضه زي دي. ما فيهاش حد يقول لنا ابننا فين؟ مستر عبد الحميد. مستر حضرتك عايز احمد؟ ايوه يا بنتي انت شفتيه؟ ايوه، ما انا اللي جبته هنا. جبتيه هنا منين؟
من النادي يا طنط. انا نجار زميلته مش فاكراني. ابني فين؟ خدوه فين؟ راح فين؟ خدوه جوه. جوه فين؟ في العمليات يا بسبتي. العمليات؟